شو قلت لك يا هيام؟ مو قلت لك هذا الجناح ممنوع تفوتي عليه؟ سلطانة، واضح إنه الشيء اللي صاير معك موترك. شو رأيك تبعدي عن كل شيء وترتاحي شوي؟ أنت شمتانة يا هيام؟ أبداً. وليش لا أشمت؟ طلعي فوراً من الجناح. بعد إذنك، هالجناح من هون ورايح رح يكون إلي. أنت جنيتي شي؟ اللي واقفة قدامك السلطانة. أنت شو دخلك ناهي الدوران؟ طول عمرك عم تدوري على حدا يحميكي ورا ظهره ليكون وصل الدور لخديجة. طلعوا لبرا سلطانة. اتركونا لحالنا. وانتو اطلعوا كمان. اسمعي منيح يا هيام، نفذي الأوامر ومن دون نقاش. ما بدي شوف وشك بهالجناح بنوب، مفهوم؟ الظاهر يا سلطانة إنه مشكلتك مأسرع عقلك. هذا الموضوع مو سهل بنوب. لو أنا محلك كنت أكيد رح جن. الله يكون بعونك. أنا رح أخلص منك. إيه حاولي يا سلطانة، كلكن جربتوا بس ما قدرتوا علي. اسمعي يا سلطانة، انتي مكانك مو هون. الكل عم يحكوا بالقصة. وين ما رحتي هي القصة كبيرة رح تضلها لحقتك. بيجيكي يوم مثل هاليوم يا هويا، رح تشمت فيكي كل الناس. تعرفي ليش؟ لأنه مولاي السلطان بده يعشق غيرك يا سلطان. هالشي مستحيل. بما أنك مو خايفة من حدا وما في ولا مرة على وش الأرض بتقدر عليكي، ليش ما عم تقبلي إنه السلطان يشوف غيرك؟ لأنه مولاي السلطان بيحبني ومو منقص عليه شي بنوك. بس شوفي جوزك الباشا، بجوز بده تجهزي له كم بنت يا سلطانة. هو بيحب النسوان.